بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله، وكالمعتاد نبدأ بتفسير الآية المباركة في سورة الأعراف، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله من محاولة الشيطان لكشف عورات بني آدم، أنه حاول مع آدم عليه السلام ثم لا يزال يحاول مع ذريته لكشف العورات، وكانوا في الجاهلية يكشفون عوراتهم في الطواف والسعي، يطوفون عراتا حول الكعبة ويقولون: لا نطوف بثياب قد عصينا الله فيها. يطوفون عراتا، والله جل وعلا قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء. والفاحشة هنا هي كشف العورات والتعري، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فسمى كشف العورة فحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله تعالى يا بني آدم، خاطب بني آدم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. ولذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة بما يواريها عن الأنظار، مع قدرتي على أعلى ذلك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا، أباح الله الأكل والشرب من ما رزقهم، ولا تسرفوا، نهى عن الإسراف في اللباس والإسراف في الأكل والشرب. والإسراف هو الزيادة عن الحد، عن الحد المطلوب، إنه لا يحب المسرفين. فقوله تعالى: خذوا زينتكم، يعني استروا عوراتكم والبسوا لباسكم عند كل صلاة، أي كل أي عند كل عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما القول الراجح عند جمهور العلماء في قضاء الفوائت من الصلوات، حيث كنت أترك بعض الصلوات والآن واظبت عليها ولله الحمد بأوقاتها وفروضها وشروطها، ما القول قضاء ما فاتني؟ الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يذكر ترك الصلاة عمدا، وإنما ذكر النسيان أو النوم عنها.
يقضي. أما من تركها متعمدًا يقر بوجوبها هذا كافر بالإجماع، أما من تركها متعمدًا وهو يعترف بأنها واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام فهذا يعتبر عاصيًا. معصية أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة. وأما القضاء فلم يذكر القضاء في هذا الحديث، مقتضاه أن من لم ينسى عن الصلاة إنما تركها متعمدا فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلوات. ومن العلماء من يرى أنه يجب عليه قضاؤها، يجب عليه قضاء التي تركها متعمدا مع التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على صلاته، ولا شك أن هذا أحوط إن شاء الله. نعم. الأخت أم علي أرسلت قبل البرنامج بمجموعة من الأسئلة، تقول: شيخ، عن سنة الظهر الأربع ركعات، هل هي قبل أذان الظهر أو بعد أذان الظهر؟ سنة الظهر أربع ركعات، ركعتان قبلها وركعتان بعدها، هكذا في الحديث. وإذا أضاف إليها ركعتين قبل الصلاة تصير قبل الصلاة أربع ركعات فهذا أفضل. من حافظ على أربع صلوات، على أربع ركعات قبل الظهر بني له بيت في الجنة كما في الحديث. فأقل راتبة الظهر قبلها ركعتان، أكثرها أربع ركعات، هذا هو الأفضل. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، إذا طهرت المرأة قبل الظهر فماذا تصلي؟ وكذلك إذا طهرت بعد العصر والأحكام المترتبة على ذلك. إذا طهرت قبل الظهر تغتسل وتصلي الظهر وما بعدها من الصلوات في كل صلاة في وقتها. نعم. وإذا طهرت بعد العصر يا شيخ؟ إذا طهرت بعد العصر فإنها تتوضأ تغتسل وتتطهر وتصلي الظهر والعصر، لأن الوقت ما زال باقيا، لأن وقت الصلاتين يكون وقتا واحدا عند العذر. فتصلي الظهر ثم تصلي بعدها العصر إذا اغتسلت قبل الغروب. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، يقول السائل: ما الحكم في جمع الصلوات في الحرم وذلك للمسافر الذي يريد أن يرجع إلى الرياض؟ لا يجمع في الحرم، يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى أن يحين وقتها فيصليها في وقتها، إلا إذا كان إقامته في مكة قليلة أو كان لم ينوي الإقامة فلا بأس أن يجمع إليها العصر، يصلي الظهر مع الحرم مع المسلمين ويصلي بعدها العصر من جمع تقديم، لا بأس بذلك لأنه لا يزال مسافرا. نعم. نذكر الإخوة والأخوات بتلفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. كما أود أن أذكر الإخوة والأخوات أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة وفي محيطنا الشرعي، وأن يكون المتصل بعيدا عن جهاز التلفزيون كي لا يكون هناك تردد بين السائل والمجيب. فضيلة الشيخ، هناك صندوق تضعه بعض العوائل وذلك لمصاريف التعزية، فما الحكم وهل عليه زكاة إذا بلغ سنة أو أكثر؟ هذا عمل لا يجوز، لا يجوز الاجتماع للتعزية ولا يجوز دفع ذبح الذبائح للتعزية، هذا كله لا يجوز. التعزية يكفي أنك تقول جبر الله مصيبتك وغفر لي، أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا لقيته أو اتصلت به، ولا حاجة إلى الاجتماع للتعزية وذبح الذبائح.
هذا من الآثار ومن البدع المحدثة. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم تفضل يا نايف من الطائف معنا على الخط. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الشيخ العلامة لدي عدة أسئلة مهمة. تفضل السؤال. وسأختصرها بإذن الله. عطنا السؤال الأول. السؤال الأول: أنا حقيقة وضعت حاملة أكواب ورقية في مسجدنا المجاور، وذلك ابتغاء الأجر المثوبة رغبة مني في الصدقة الجارية، فهل تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الجارية أفضل صدقة الماء؟ طيب شكرا، خلي يجاوب الشيخ لحظة. نعم السؤال. يقول بأنه وضع أكواب ورقية للماء لمن أراد أن يشرب في المسجد، هل تعتبر من الصدقة الجارية؟ نعم هذا يعتبر من الصدقة الجارية، لكن لو أنك استبدلتها بما هو أحسن منها يكون هذا أحسن. وعلى كل حال هذه الأكواب التي وضعتها في المسجد للشرب فيها الأجر إن شاء الله، وهي من الصدقة الجارية، لكن هذه سرعان ما تخرب هذه الأكواب ولا تصلح للاستعمال، والوقف إنما يكون اصبر يا أخي والوقف إنما يكون لما ينتفع بغلته ويتبقى عينه، أما هذه الأكواب فإنها لا تبقى، فلو استبدلتها بما هو أحسن منها يكون الأجر في ذلك أعظم. نعم سؤالك الثاني. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ: ما هو أفضل وقت لصلاة الوتر أصلها الإنسان الساعة الثانية ليلا؟ هل يتحقق في ذلك الوتر يعني؟ شكرا. كل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله وقت للوتر، ولكن إذا كنت تثق من قيامك آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل، تصلي ما تيسر لك وتختمه بالوتر هذا أفضل، وإذا كنت تخشى ألا تقوم لآخر الليل تصلي الوتر أول الليل بعد العشاء، وإذا يسر الله لك وقمت فإنك تصلي ما تيسر لك من النوافل وتكتفي بالوتر الأول ولا تكرره مرة ثانية. نعم السؤال الأخير. طيب فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما رأيكم الشيخ في الزواج بنية الطلاق، ما حكمه في الشريعة؟ هذا يشبه المتعة، الزواج لا يكون بنية الطلاق إنما يكون بنية الاستدامة، فإن صلحت له الحمد لله يستمر، وإن لم تصلح له فإنه يطلقها، أما أن يضمر الطلاق مع العقد فهذا فيه غرر في حق المرأة وحق أوليائها، لأنهم زوجوه على أنه زواج مستديم وهو ينويه مؤقتا، هذا لا يجوز. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ: هل تسمية الابن والبنت على الوالدين من البر بهما، وهل يجوز أن أعصيهما إذا أمراني بذلك؟ أولا التسمية باسم الوالدين إنما هي عادة عند الناس، وهي عادة حسنة لا بأس بها، ليبقى الاسم ولا سيما اسم الأسرة يبقى، فالأسماء من الأمور المباحة، وإذا سمى على أحد الوالدين أو عليهما فلا بأس بذلك، ولكنه لا يعتبر من البر لأن هذا لا ينفع الوالدين وإنما يبقي ذكرهما فقط. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا السائل يقول: ما المراد بالإطباع ومتى يشرع، وهل هما في الحج والعمرة؟ الإطباع أن يجعل وسط المحرم، يعني يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيسر ويجعل طرفيه على كتفه الأيمن، ويكون كتفه الأيسر
لا بالعكس، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيسر، ويجعل طرفيه على كتفه الأيمن. وإذا جاء عند الطواف، طواف للعمرة أو الطواف الأول للحج مثلا المفرد، فإنه يلطبع، يعني يكشف كتفه الأيمن، يجعله مكشوفا وقت الطواف. هذا هو الاطباع. نعم. هذا السائل أبو سعد يقول: لشيخ صالح، في وقتنا الحاضر تسارع الناس إلى تفسير الرؤى بدون علم، ويقولون بأن هناك كتب لابن سيرين نرجع إليها، ما رأيكم بذلك؟ ليس لابن سيرين كتب في تعبير الرؤيا، وهذا الكتاب المنسوب إليه غير صحيح ولا يعتمد عليه. والرؤيا ليس لها كتب، تفسير الرؤيا ليس له كتب، وإنما هذا يرجع فيه إلى أهل الفطنة وأهل الاستنباط من الأحوال والفراسة. فتعبير الرؤيا إنما هو من باب الفراسة، ليس له كتب معينة. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا يقول: بالنسبة لراتبي الذي أدخره في البنك، هل عليه زكاة؟ ومتى أحسب الزكاة إذا كنت أضع في ذلك لسنة أو سنتين؟ إذا حال الحول فإنك تزكي مالك من الرصيد في البنك، تحصيه وتعرف قد مقداره، وتخرج ربع العشر كل سنة. نعم. تفضل يا عبد الله من القصيم معنا على الخط. ألو. نعم. أنا عندي سؤال. تفضل. عندي الأول أختي ما صامت رمضان، أنها كانت جاهلة فيه. نعم. وعندي الثاني حلف وسمته، يعني حلفت وترجعت في حلفي. طيب، شكرا. هذا البس كده. نعم. يقول بأن أخته يا شيخ ما صامت رمضان جهلا منها. تصومه، تقضيه، يجب عليها قضاؤه قبل رمضان المقبل لتبرئ ذمتها منه. السؤال الثاني يقول: هل علي كفارة حيث حلفت وتراجعت عن الحلف؟ ما هو الحلف يا أخي؟ ما هو الحلف الذي حلفت؟ على أي شيء حلفت؟ طيب، انقطع الخط بيننا وبين السائل. الشيخ صالح، هذا السائل يقول: هل الأثر الذي في مقام إبراهيم هو أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ بلا شك أنه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام، لما كان يقف عليه عند بناء الكعبة، لما ارتفع البناء صار يقف عليه ويرتفع به ويبني عليه الصلاة والسلام، وهذا من آيات الله. قال الله جل وعلا: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مقام إبراهيم أبقاه الله آية، وموضع القدمين معروف ويراه الناس من وراء الزجاج ليعتبروا بذلك. الله قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. هذا السائل يقول: شيخ، ما حكم من يفسد الزوجة على زوجها؟ هذا مخبب، هذا المخبب هذا ما يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، هذا جريمة كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يقول السائل: فضيلة الشيخ، حدثوني عن شخص أصابه الرياء أو الوسوسة في قلبه، ماذا يجب عليه وكيف يصل إلى درجة الإحسان؟ يجب عليه أمران: الأمر الأول ألا يلتفت، لأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الأمر الأول، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الأمر الثاني لا يلتفت لهذا الوسواس، يتركه ولا ينسى وينساه، ويستمر في عمله ولا يضره إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يقول يسألون عن الشامبو والصابون أو كريم البشرة بالنسبة للمحرم. لا بأس بذلك الذي ليس فيه طيب. المنظفات التي ليس فيها طيب يستعملها المحرم في يديه وفي يغتسل بها وفي رأسه. كان صلى الله عليه وسلم يستعمل السدر وهو محرم في رأسه وتنظف به. فالمنظفات التي ليس فيها رائحة الطيب يستعملها المحرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما هو أبرز شيء يقرأ فيه المسلم من كتب التوحيد ومن الكتب الموثوقة في ذلك؟ وما معنى التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعبد الله مخلصين له الدين، هذا هو التوحيد. وأخصر الكتب وأوضحها ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم كتاب التوحيد الكتاب النفيس العظيم الذي جمع الذي بوبه على أبواب وتحت كل باب من النصوص ما يوافق الترجمة التي ترجم لها، فهو كتاب نفيس في هذا الباب، وهو في توحيد العبادة. أما كتاب التوحيد الشامل فهو مثل العقيدة الواسطية، هذه عقيدة شاملة للاعتقاد وأصول الاعتقاد مع اختصارها ومع وضوحها، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول عند أخي عملات نقدية من بلدان مختلفة جمعها منذ صغره، وهي هواية عنده منذ سنوات وقد تجمعت، هل فيها زكاة؟ إذا كان لها قيمة وهو ينويها للبيع ولها قيمة فإنه يثمنها بما تساوي ويزكيها. أما إذا كانت مجرد أشياء يحتفظ بها ولا ينويها للبيع فلا شيء فيها. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان الزوج، تقول الأخت السائلة، إذا كان الزوج يمنعني من زيارات أخواتي وأهلي ووالدتي وهو سيء الطبع وشكاك، هل أطيعه أم أخرج بدون علمه؟ والله إذا كان إنه يخشى ويخاف عليك من تغيير أو من ويخشى فلا تخرجي إلا بإذنه، واعتذري من قريباتك، وبالإمكان أن تكلميهم بالجوال بالهاتف وهذا يكفي والحمد لله حتى يزول ما بنفس الزوج. نعم. عائض من تثليث، تفضل يا عائض. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساكم الله بالخير. الله يحفظك. الله بالخير. عندي سؤال الله يحفظكم. تفضل. سؤالي طال عمرك، عندي أعمال بر لوالدتي وأبيع فيها وأشري من شال لا تنقرض، وأدين 5100 كرتون من دور الحول، وأدين 10100 كرتون من دور الحول. في ناس إن الله يهدينا وإياهم يقولون هذا ربا. ما رأي فضيلتكم الله يحفظكم؟ اسمع الإجابة. شكرا يا عائض. أولا يا أخي كونك تنمي هذا المال ليزيد ويبقى أجره للموصية أو الواقفة هذا شيء طيب، هذا من الإصلاح، بشرط أن يكون هذا التصرف مما يحفظ المال وينميه. نعم. وأما الأمر الثاني فهو المداينات التي تقول في الصابون أو في غيره، هذا من الحلال. الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع، حرم الربا، والبيع يكون حالا ويكون مؤجلا. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الأجل يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم استدان بالأجل، كان
يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة مؤجلا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل لي قريب وضع في المستشفى حيث أصابه مرض شديد. يقول السائل أدخلناه المستشفى يا شيخ صالح وبدأنا بعلاجه من ماله وبدون علم منه، فهل يحل لنا ذلك؟ إذا كان إنه مضطر إلى العلاج وعليه خطر من ترك العلاج وعالجتموه من ماله فلا بأس بذلك، لأن هذا من إرادة الخير له ومن الإصلاح والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو سعد يا شيخ، منذ صغري وأنا أحب القراءة والكتب وقد جمعت مجموعة من الكتب وأصبح عندي هذه المكتبة الكبيرة التي تحوي على أكثر من 3000 كتاب، هل على المكتبة زكاة يا شيخ؟ إذا كنت تنويها للمطالعة أو تقتنيها فقط ولم تنويها للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا نويتها للبيع وحال عليها الحول فإنك تزكيها. نعم طيب معنا أبو محمد من حائل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. طيب عمرك أسألك عن الزكاة، هل مثل محكوم عليه بالقصاص وبعدين عفو عنه مبالغ، هل يجوز سوق الزكاة له ولا ما يجوز؟ طيب نعم أعد السؤال أبو محمد. مثل الحين واحد محكوم عليه بالقصاص وعفو عنه مبلغ مالي، هل يجوز الزكاة تساق عليه ولا ما تساق عليه بالمبلغ حق القصاص؟ نعم لا بأس يا أخي، هذا من الغارمين، والله جل وعلا جعل للغارمين نصيبا في الزكاة سواء كان غارما لنفسه أو غارما لغيره، فهذا من الغارمين، إذا كان ما يستطيع تسديد المبلغ الذي تصالحوا عليه فيساعد من الزكاة. نعم هذا يسأل يا شيخ يقول حدثونا عن كتاب الترغيب والترهيب ومن هو مؤلفه وما رأيكم في قراءته؟ كتاب طيب ومؤلفه هو الحافظ المنذري رحمه الله، وهو كما سماه الترغيب والترهيب، يذكر بابا في الترغيب ويورد تحته ما يدل على ذلك من المرغبات، ثم يذكر بابا في الترهيب والتخويف فيذكر تحته من الأدلة ما يدل على الترغيب على الترهيب من المعاصي والسيئات، فهو كتاب نفيس والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عن كتاب المغني. المغني لابن قدامة، هذا في الفقه في مسائل الخلاف والأدلة والمقارنة بين المذاهب، شيء طيب، هذا كتاب موسوعة، يعتبر موسوعة من موسوعات الفقه الحنبلي. نعم هذا سائل يقول شخص حديث عهد بزواج، يقول أريد أن أسافر لأداء العمرة في رمضان أولا ولأجل الترخص برخص السفر ثانيا. لا يكره أن يسافر لأجل أن يترخص، لكن إذا سافر سفرا مباحا فإنه يترخص برخص السفر من الجمع والقصر، وأما أنه يسافر لأجل هذا يكره أنه يسافر لأجل أن يترخص، وأما أنه يقدم العمرة على الزواج لا مانع من ذلك إذا كان ماله كثيرا ومتسعا للعمرة ومتسعا للزواج والصداق لا بأس بذلك. نعم أبو صالح من الباحة، تفضل أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. جزاكم الله خير يا شيخ. تفضل سؤالك. يا شيخ ما حكم نسيان التشهد الأخير في الصلاة؟ ما الفعل فيه يعني؟ لأني صليت هذا واجب الصلاة. هذا يجبره، هذا واجب، سقط نسيانا يجبره بسجود السهو قبل السلام، يسجد سجدتين قبل السلام للسهو ويكون ذلك جابرا لترك التشهد الأول نسيانا. نعم البسملة
في دورات المياه يقول السائل يا شيخ؟ نعم يسمي إذا أراد الوضوء يسمي لأن التسمية في أول الوضوء واجبة مع الذكر، وأما في غير حالة الوضوء فيسمي يذكر الله في نفسه ولا يتلفظ وهو في دورة المياه. نعم. سائل أرسل بسؤال يقول: من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن؟ قوم يخرجون في آخر الزمان كما ذكر الله سبحانه، وخروجهم من علامات الساعة، ويعيثون في الأرض فسادا ويتأذى منهم الناس، ثم يأخذهم الله بالموت ويستريح منهم الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بالنسبة لمن جاء يوم الجمعة والإمام في الركعة الأولى، هل يعتبر أدرك الجمعة؟ نعم، حتى الركعة الثانية لو جاء قبل أن يرفع الإمام رأسه دخل معه أن يرفع رأسه من الركعة الثانية فقد أدرك صلاة الجمعة، فيضيف إليها ركعة أخرى بعد السلام تعتبر جمعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أريد أن أعتكف في غير رمضان، فهل يجزي ذلك فضيلة الشيخ في أيام مثلا الفاضلة الاثنين والخميس في البيت أو في المسجد؟ الاعتكاف ليس له وقت محدد من السنة، لكنه في رمضان أفضل، وإلا يجوز الاعتكاف في غير رمضان، وهو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: بالنسبة لاختيار مصحف محدد مع الإنسان طول حياته فضيلة الشيخ يقرأ فيه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أنه يكون معه مصحف ويحتفظ به في حياته، لا بأس بذلك. نعم. أي فضيلة الشيخ، بعض المصلين يوم الجمعة يمد يده لمصافحة والإمام يخطب، هل أسلم عليه؟ لا لا، هذه حركة ولا يجوز، لكن إذا انتهت الخطبة فإنك ترد عليه السلام وتبين له أن هذا ما يجوز، الحركة وقت الخطبة ولا الكلام وقت الخطبة. نعم. وبالنسبة لتشبيك الأصابع في المسجد قبل الصلاة لا يجوز، أما بعد الصلاة فلا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد بعد الصلاة. نعم. يسأل يا فضيلة تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع في الصلاة أو لمن ينتظر الصلاة لا يجوز. نعم. صلوا قبل المغرب قالها ثلاثة لفضيلة الشيخ، هل هذا الحديث وارد وكيف نصلي؟ نعم، الحديث وارد وصحيح، وهذا من باب الاستحباب أن تصلي قبل المغرب ركعتين، وليس هذا بلازم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لمن شاء، ففيه فضل ومن تركه فلا إثم عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: أنا مدرسة والحمد لله لراتب طيب، وابن أختي شاب في 22 يريد الزواج، هل أعطيه من زكاة مالي؟ إذا كان فقيرا ولا يستطيع الزواج إلا بالمساعدة ساعديه من الزكاة. نعم. أبو فيصل من جازان، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. كيف حالك يا شيخنا؟ تفضل. حياكم الله. يا شيخ، ما حكم من إذا نصحته في شيء قال أهم شيء النية؟ طيب، شكرا. نعم، النصيحة واجبة، وعلى من نصح أن يقبل النصيحة، فلا يقول أن قلبي طيب وأنا نيتي طيبة، ما يصلح هذا، يقول جزاك الله خيرا ويقبل النصيحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والدي يقول السائل أبو صالح: والدي في المستشفى وقد وضع لمدة 8 أشهر ونحن من حوله،
لا هو لا يدري ولا يعي ما نقول فضيلة الشيخ، ونذكره دائما ويهز برأسه من جهة تذكيرنا له بالصلاة. ماذا يلزمنا نحن في المستشفى نسمعه؟ ما دام لا يقدر على الصلاة ولا يستطيع أداءها والمدة طويلة فليس عليه شيء، والحمد لله إلى أن يشفي ويحضر ذهنه في ذلك. نعم. السائلة تقول: يا شيخ بأنني دعوت كثيرا ولم يستجب لي في الزواج، هل أكرر الدعاء ولماذا تتأخر الإجابة؟ مأجورين. كرري الدعاء ولا تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة النحل والعنب فضيلة الشيخ في البستان الذي أملكه، متى أخرج هذه الزكاة؟ العنب إذا كان أنك تحصل على غلة منه تريدها للبيع فإنك تثمنها بما تساوي وتزكيه، غلة العنب تثمنها بما تساوي وتزكيها. والنحل إذا كنت تحصل منه على عسل فإنك تزكي، تدفع من قيمة العسل ربع العشر، أو وبعض العلماء يرى أن فيه العشر، فيه العشر لأنه من الخارج من الأرض، وهو محل خلاف. المذهب أنه من الأموال الزكوية وأنه من الخارج من الأرض فيزكيه. نعم. معنا خالد من الخفجي، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل السؤال. حياكم الله. يا شيخ، لا يخفى عليكم ظهور الفرق الإسلامية اليوم على الساحة الإسلامية، فما حكم قول أنا سلفي؟ طيب شكرا. طيب إذا قلت أنا سلفي على الحقيقة وأنت تعرف مذهب السلف وتلتزم به فهذا لا بأس به، وقال إنني من المسلمين في القرآن. فإذا قلت هذا وأنت تعرف المذهب السلف وتلتزم به هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم، هل يقضي الرجل صلاة السنة الراتبة إذا خرج وقتها ولم يصليها تهاونا منه وتساهل؟ لا، الرواتب لا تقضى، سنة فات وقتها فلا تقضى. نعم. يقول: متى يعذر الرجل بالجهل أو في العقيدة أو في الأحكام الشرعية؟ يعذر بالجهل إذا كان في أرض منقطعة لم يبلغه شيء، منقطع لا يبلغه شيء ولا يسمع وسائل الإعلام ولا يسمع شيء، هذا يعذر بالجهل. هذه واحدة. الثانية الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وتوضيح وهو لا يعرف التوضيح والبيان، يسأل أهل العلم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيزول الجهل عنه بالسؤال ولا يبقى يقول أنا جاهل ومعذور بالجهل، وعنده أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم، أسئلة وردت البرنامج من سائل يقول: بالنسبة لصيام الست من شوال، ما رأيكم في صيامها لمن عليه قضاء من رمضان؟ يقضي رمضان الأيام الذي عليه وبعدها يتبعه الست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. أما إذا لم يصم الشهر ولم يكمله فإنه يبادر بإكماله من أجل أن يصوم بعده الست في بقية الشهر ليحصل على الأجر. نعم. يقول: ما أفضل عمل يتقرب فيه المسلم إلى ربه سواء كان ذكرا أو أنثى؟ أفضل العمل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على علم وبصيرة، هذا في الأعمال البدنية. أما الأعمال المالية فأفضل العمل من الأعمال المالية عند أوقات الحاجة، تصدق على الفقراء والمحتاجين كما قال سبحانه: يتيما ذا مقربة
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في مسغبة، يتيما في مسغبة يعني في جوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. نعم. أحسن الله إليكم السائل يا شيخ. بالنسبة لشهر شعبان يقول: من عادتي بأنني أصوم أنا وأهلي في البيت هذا الشهر إلا بعض الأيام، ما رأيكم في صيامنا؟ لا بأس، لكن لا تكملوه وإنما تصوم أغلبه، وهذا شيء طيب. نعم. يقول في سؤاله الآخر: العلة في النهي في تخصيص الجمعة بصيام، وهل يعم صيام القضاء؟ لا، لا يعم القضاء، إنما هذا في صوم النافلة، لأن يوم الجمعة يوم عيد ويوم صلاة، ذهاب للصلاة يتقوى، يكون مفطرا ليتقوى على الذهاب للجمعة وحضور الجمعة، ولأنه يوم عيد، يوم الجمعة عيد الأسبوع. نعم. ماجد من القصيم، تفضل يا ماجد. ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. 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 نفع الله بكم. السلام. سؤالي بس يا شيخ، انا موظف يعني خارج القصيم 300 كيلو، هل يجوز اني اجمع واكثر؟ ترجع في يومك؟ لا، اجلس ثلاث ايام. ها؟ اجلس ثلاث ايام يا شيخ. تقيم ثلاث ايام، تقيم ثلاث نعم. ايام في محل العمل؟ نعم. يجوز انك تجمع وتقصر، لكن تصلي مع الجماعه يا اخي، ما دام حولك مساجد وصلي مع الناس وتتم الصلاه. نعم. شكرا يا ماجد على سؤالك. فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا أتردد للبيع والشراء في معارض السيارات، وهناك من يزود في البيع وهو لا يريد أن يشتري هذه السلعة، إنما من باب النج، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين؟ هذا حرام، ولا يجوز أنه يصوم وهو لا يريد الشراء، وإنما لأجل أن يرفع القيمة على البائع، على المشتري والسائم، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، قال: ولا تناجشوا، هذا لا يجوز، لأنه ضرار بالمسلمين أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد رفع قيمتها على الزبائن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: إذا دخلت المسجد وقد اكتمل الصف وخشيت أن يفوتني الأجر والصلاة ولم يدخل أحد، هل أصلي منفردا أم ماذا أعمل؟ لا لا، حاول أن تدخل في الصف أو تنتظر حتى يدخل أحد، ولا تصلي وحدك خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة يا فضيلة الشيخ للتوبة، يقول البعض: لابد أن تكون التوبة بعد عمل صالح، بعد عمرة أو بعد رمضان أو بعد صلاة جمعة. لا، ليس الأمر كذلك، التوبة بالقلب والتلفظ باللسان والاستغفار والعمل أيضا، يتوب ويعمل بالتوبة، والتوبة قبل أن يعمل، قبل أن يعمل يتوب أولا في قلبه ولسانه، ثم يتبع ذلك بالعمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: حدثونا عن الوصية فضيلة الشيخ، وهل من توجيه؟ حيث يقول هذا السائل: يتساهل بعض الناس في الوصية فلا يكتبها، فما هي شروطها ومتى تكتب؟ مأجورين. الوصية على قسمين يا أخي، الوصية بما له وما عليه، ما له على الناس وما للناس عليه من الحقوق، هذا واجب، يجب أن يوصي بذلك لئلا يضيع، تضيع حقوق الناس، تضيع أمواله من بعده، هذا واجب. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. أما الوصية بأعمال البر وأعمال الخير فهذه لا، ليست واجبة، لكن إذا فعلها ففيها أجر عظيم، وليست واجبة، فلو لم يوصي فلا شيء عليه. نعم. تفضل يا محمد من مكة المكرمة معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام.
ما صحة قول حديث خير الأسماء ما عبد وحمد؟ شكرا. هذا ما هو حديث، هذا ليس حديثا. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، هذا الحديث الصحيح. أما ما عبد وحمد هذا ليس صحيحا، هذا من لفظ العوام. نعم. إهداء ثواب الأعمال ما حكمه يا شيخ؟ طيب، أن تهدي ثواب الصدقة، أن تهدي ثواب العمرة، ثواب الحج، لا بأس بذلك، هذا شيء طيب. نعم. وما أثر الدعاء فضيلة الشيخ في هذه الأعمال؟ الدعاء هو أفضل الأعمال، الدعاء هو أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا، أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء طيب ومطلوب لنفسه ولإخوانه، ولا سيما والديه وأقاربه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الحسنات تتفاوت فيما بينها؟ يعني إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى وثبت لهما نفس عدد الحسنات، فهل يؤجر عليهما المسلم في ذلك؟ الأجر ليس على المشقة، الأجر على النية والإخلاص لله عز وجل، أن يخلص لله في العمل سواء كان شاقا أو غير شاق، عليه أن يخلص النية لله عز وجل، هذا الذي فيه الأجر. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، رسالتي للشيخ صالح الفوزان. أنا مدرسة والحمد لله وثالث أخواتي، ولكنني كنت مقصرة مع والدتي ووالدي في حياتهما، وفجأة مات وانتقل إلى رحمة الله عز وجل، وكنت في مخاصمة بينهما. فضيلة الشيخ تقول: الآن أنا نادمة، ماذا أعمل تجاه والدي ووالدتي، وما هي الأعمال التي تصلهما؟ عليك بالاستغفار لهما والدعاء لهما والإكثار من ذلك، وأيضا الصدقة عنهما، تصدقي عنهما، وبري بهما إذا كان عليهما ديون سدديها عنهما، هذا من البر بهم. نعم. أبو فهد من جدة، تفضل أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير الشيخ، الله أن يحبك في الله، الله يزوجك من الحور العين 70 وحدة. تفضل يا أخي. والله أني أعرفك أني أنا ما أزكيك على الله، لكن أحسبك والله يا أخي. لا، في تردد. لحظة يا أخي، في تردد. عندها بنتين وولد. تفضل. وحبت أن تعطي ولدها وبناتها، هل تعطيهم بالتساوي ولا تعطي ولدها مثل حظ الأنثيين؟ وهي حية لا زالت ترزق. لا، تقتدي بقسمة الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا أحسن. نعم. شكرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل للجن تأثير على الإنس في هذه الحياة، وما طريقة الوقاية منهم؟ مأجورين. نعم، الجن يؤذون الإنس وقد يلابسونهم يضرونهم، فالمسلم يستعيذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، ويستعيذ من الشيطان. الاستعاذة حصن حصين، تحصن المسلم به من الأشرار من الجن والإنس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وليس ببشر؟ هذا اعتقاد باطل، هذا غلو باطل. الرسول بشر، ولد من أم وأب عليه الصلاة والسلام، فهو من البشر. والله جل وعلا يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، إذا كانت هذه الميامن تمتلي
بالمصلين، ونيتي يا فضيلة الشيخ أن أكون عن يمين الصف، فهل يشملني الأجر مع أنني مبكر؟ إذا كان لا تسمع الإمام ولا تراه فإنك تكون ولو تكون في المكان الذي تسمع الإمام ولو عن يسار الصف، ما هو عن اليمين، فالقرب من الإمام أفضل بلا شك، سواء عن اليمين أو عن الشمال، القرب من الإمام، سماع الإمام، رؤية الإمام، الاقتداء به أفضل. نعم، بقي علينا هذه الأسئلة التي وردت للبرنامج قبل بدايته حدود 5 دقائق. يقول فضيلة الشيخ: من عادتي في الصلاة بأنني أضع سجادة دائما، وخصوصا في البيت أجعلها لي، لا يصلي عليها إلا أنا من بدي أبنائي، هل يجوز اتخاذ هذه السجادة؟ لا بأس باتخاذ السجادة، لكن كونك تحجرها على نفسك ولا تبيح لأحد أن يصلي عليها هذا أمر لا يجوز. نعم. أين مكان وضع الأيدي في الصلاة؟ فبعض المصلين يضعها فوق الصدر وبعضهم تحت السرة. اليدان توضع في موضعين في القيام في الصلاة، إما تحت الصدر وإما تحت السرة، هذا الذي وردت به السنة، تحت الصدر أو تحت السرة. نعم. لو جاء المصلي والإمام في التشهد الأخير فهل يكون قد دخل مع الإمام؟ لا، ما أدرك الجماعة، الجماعة لا تدرك إلا بركعة على الصحيح، ولكن يدخل مع الإمام لينال الأجر فقط. نعم. شكر الله لكم فضيلة شيخنا العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. الحقيقة استفدنا من هذه التوجيهات المباركة وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة، رفع الله درجاتكم في المهديين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر فريق العمل من مكتبة الشيخ يزيد بن محمد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد، رتبوا هذا اللقاء مع الشيخ. أشكر زملائي معي في استوديو الرياض في هذا المكان المبارك، وأشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تفضلكم بإرسال هذه الأسئلة باسم الشيخ وباسم البرنامج. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.